السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا منظر من شوارع كندا. طبعا دلوقتي احنا داخلين على المدينة. طبعا في إشارات بتبقى منتشرة هنا جدا لتنظيم حركة المرور. الطرق يعني كلها بتبقى مخططة زي ما احنا شايفين كده، بإيه، بعلامات، علامات كتيرة جدا، وكل علامة بتدل على شيء معين في الطرق، فبتجعل حركة السير والتواصل مع السائق الآخر بتبقى فيها سهولة كبيرة جدا، بتعمل سهولة في المرور. زي ما احنا شايفين كده في خطين صفر في وسط الطريق، طبعا الخطين هنا متصلين، فده هذا بيعني ان يعني غير امن ان انت تعدي السيارة اللي قدامك، يعني مش مفضل انت تعدي السيارة اللي قدامك لما يكون خطين الصفر اللي في الوسط كده متصلين. طب ساعات بيتقطعوا، ده معناه ان ان السيارة ممكن تعدي من هذا المكان، يعني ممكن السيارة تروح للجانب الاخر عن طريق هذا التقاطع، يعني امن، يعني آمن إن هي تفعل ذلك. طبعا برضه في على الجنب طرفية طريق خط أبيض، ده بيحدد نهاية الطريق في الجانب الآخر زي ما احنا شايفين كده، في خطين بين على أقصى اليمين وأقصى الشمال لتحديد نهاية الطريق. طبعا بقى في جزيرة كده في الطريق زي ما احنا شايفين كده، حته في الطريق ممكن لو العربيه اتعطلت ممكن تركن فيها السياره على جنبي الطريق هنا، بتدي اشاره وتركن وتصلح العربيه او عايز تاخد راحه او حاجه. طبعا في علامات برضو للسرعه زي ما احنا شايفين على الجنب هنا، في هنا بتقول لك اشاره بتقول لك السرعه تبقى 60، في علامه على اليمين هنا هي بتقول لك السرعه تبقى 60، بتبين السرعه على الطريق اللي هي السرعة القصوى يعني، ولكن هنا طبعا السرعة ممكن ممكن تزودها 10 ولا بتاع أو 20 لو أنت على الهاي واي. في علامة برضو على اليمين هنا هي بتقول لك إن في يعني في منحنى مع تقاطع، طبعا هنا السرعة تبقى 60 زي ما احنا شايفين كده على اليمين، السرعة القصوى 60. طبعا على اللي زي ما احنا شفنا كده على الشمال هي في علامات بتقول لك انت ممكن دي بتبقى يعني انت ممكن يعني ممكن تتجه يسارا. هنا برضو في خط ابيض متقطع اهو بيقول لك انت هنا ممكن يعني تتجه يسارا من هذه الحاره، لو انت اتجهت الى هذه الحاره ممكن يعني تتجه يسارا عند عند الإشارة أو عند الإشارة الضوئية. في علامة برضو في الوسط هنا بتقول لك إن ممنوع يعني الرجوع، ممنوع اليو تيرن اللي أنت يعني ترجع من عند الإشارة تلف ترجع تاني للطريق المعاكسين. خط ابيض معناه ان انت ممكن امن اللي انت تعدي يعني، انما لو خط ابيض متصل بيبقى غير امن، يعني ما لا يفضل انت ان انت تتخطاه، ولكن ممكن تتخطاه بس بيقول لك انه غير امن يعني تخطى الخط الابيض عند نقطة التقاطع دي. هنا برضو الخط الابيض هنا متصل بدأ يتقطع، معناه انه بيقول لك ان ان انت ممكن ممكن خط الخطوط البيضاء المتقطعه ديت. طبعا هنا في الوسط اهوت على بين الطريقين هتلاقي في حاره كده في الوسط ديت، انت ممكن عندما تريد مثلا ان انت يعني تتجه يمينا او يسارا تترك الطريق يمينا او يسارا ممكن تستغل هذه المنطقه الجزيره بين الطريقين. انا
برضو جزيرة هيت على الشمال، ممكن تستخدمها في الايه، في الاتجاه ايه، يسارا. طبعا احنا النهارده السبت الصبح، وهنا بتبقى في اجازة يوم السبت والاحد. طبعا الحركة المرورية ايه يعني فيها سيولة جامدة، لان ايه معظم الناس ايه في المنزل اليوم، ولا يوجد ايه يعني عمل، فتجد الشوارع يعني ايه تعتبر ايه خالية ايه يعني الا من القليل من السيارات. طبعا في ناس نوت على الناحية اليمين، دول الناس بايه بيتمشوا او بيجروا، بيمارسوا رياضة المشي او الجري. في وز اهوت في الطريق، شايفين ايه وز ده ايه ممنوع إيه انك تصطاده وتيجي ناحيته او تعطيله اكل. هي السيتي المدينة هنا هي خاصة برعاية هذا الوز. طبعا هذا الاوز يعني ايه ممكن بيطير، زي الايه زي الطائر بالظبط، لانهم ايه عايشين في عايشين يعني في بره، في بره مش في المنازل، عندهم ريش كبير وبيطيروا بصوره يعني ايه بصوره جميله جدا، وبصوره يعني ايه بصوره ممتازه يعني. الحلو هنا في كندا المناظر الجميلة، ان هنا البلد فيها امطار كثيرة، وفي عندهم مياه كثيرة، امطار ومياه، فتلاقي فيه اشجار كثيرة لان الارض خصبة وفي امطار، فتلاقي فيه خضرة في كل مكان، يعني عكس مصر ما فيش امطار، فتلاقي معظم البلد عبارة عن صحراء. طبعا ديت مش معناه ان مصر فقيرة او كندا غنية، يعني هي ايه مصادر مختلفة. يعني في مصر مثلا الصحراء هتلاقي فيها رمال وفيها بترول وفيها غاز وفيها معادن، وممكن تتزرع برضو في مياه آبار، ممكن لو عملنا استخرجنا المياه اللي في عن طريق في الآبار عن طريق مكان معين او كده، ممكن نزرع الصحراء. فبرضو يعني ايه الصحراء عندنا مش فقر، يعني مش علامة على الفقر، او هنا لو في امطار واشجار وخضرة علامة على الغنى. كل شيء ايه سبحان الله ربنا ايه اعطاله ايه مصادر. طبعا انت هنا ايه لو عايز لو هتعوز تبني بيت هنا، بيبقى ايه طبعا الخشب منتشر ورخيص، فايه يبقى يفضل تبني بيتك من الخشب هنا، انما في مصر طبعا الخشب مش منتشر، الخشب غالي، فالافضل تبني البيت من الايه الحاجه المتوفره، وهي عباره عن سلط والرمل والحديد والاسمنت، متوفر عندنا في الصحراء ما شاء الله، الرمل والجبس والاسمنت والرمل متوفر في، فممكن تعمل طوب وتصب السقف، يعني ان شاء الله متوفر. فكل بلد غنيه بما فيها، ما فيش بلد غنيه وفقيره، هو المشكله في الاداره بتاع البلد، المشكله في الاداره بتاع البلد. الاداره لو كويسه بتعمل حركه في البلد ونشاط، مش في فساد. وطبعا الاصلح بيمسك الاداره، والاصلح بيبقى رجل اعمال، والاصلح بياخد فرصه في كل شيء فبتنمو البلد. انما لما يكون البلد فيها فساد، فدايما الفاسد هو اللي بيصل في التعليم، في الشغل، في رجال الاعمال. طبعا الفاسدين بيفسدوا الحياه تماما في كل شيء، بيفسد كل العلم والاقتصاد والاخلاق وكل شيء بيفسد في البلد.
في واحد عجام هناك عنده كلاب بيفسح الكلاب بتاعته. طبعا هنا الكلاب منتشرة جدا، ناس عن كلاب والقطط، بس الكلاب اكثر. الناس بقى عندها هنا ايه، كلاب بتربي كلاب في البيوت، لانهم ايه معظمهم بيبقوا يعني ما عندهمش اولاد، فالكلب ده بيعتبر زي ايه، زي الطفل اللي عندهم، الطفل المدلل اللي عندهم، لانهم ما عندهمش اولاد، ما بيخلفوش، معظمهم قاعدين لوحدهم. حتى لو متجوزين ما تلاقيهمش عندهم اولاد، او عندهم مثلا ايه خلفوا ولد او اتنين وايه وكبروا وسابوهم. في برضه حد قوي ماشي الكلب هو هنا هو برضه، فتلاقي الكلب ايه الطفل طبعا ما بيسيبهمش معاهم على طول، ما بيضايقهمش في اي شيء، وناس في البيت وروح وبيلعب وبتاع، فافضل ما تعيش لوحدك. اللي بيعمل صوت بتاع، بيحمي البيت، ما بيشكيش زي الطفل، يعني مش يعني اللي بيدلو اكل اي حاجه. طبعا برضو بيبقى فيه برضو صله ما بينهم وبينه، فبيرعوه طبيا، بيرعوه ايه طبيا وكده، واكل وتطعيمات وحاجات زي كده. المناخ في كندا زي المناخ في بيتبع المناخ في الايه في النصف الشمالي. يعني دلوقتي احنا الصيف هنا في كندا وداخلين على الخريف، يبقى زي ايه اوروبا وزي مصر وزي سوريا والبلاد، يعني ايه نصف الكرة الشمالي، لان النصف الجنوبي زي ما احنا ايه عارفين بيبقى المناخ ايه مختلف. مثلا ايه كمثال دلوقتي جنوب افريقيا دلوقتي اللي هم عندهم الايه الشتاء مش الصيف، استراليا اللي عندهم حاليا شتاء مش صيف. مش هقدر الحركة النهاردة ايه زي ما انا قلت عشان اجازة، فتلاقي الحركة ايه المرورية فسهولة كبيرة جدا، توفر وقت كتير وبنزين كتير، وتوفر تعب وارهاق. بس هو عموما هنا تبقى الحركة المرورية تبقى فيها سهولة كبيرة، بعكس بقى المدن الكبيرة زي تورونتو او تورونتو، يعني تعتبر ايه المدن المزدحمة جدا. ولكن ليست مثل القاهرة مثلا، يعني القاهرة دي يعني زحمة يعني صعبة جدا. الزحمة اللي في مصر مش سببها يعني كثرة عدد السكان، ولكن ايه سببها ان الايه ان الناس يعني بيتوسعوا في السكن ايه عمودي، وليس ايه يعني بطريقة صورة عمودية للأعلى وليس للايه بصورة ايه يعني عرضية. فتلاقي الناس بتبني عمارات، وطبعا ايه بترتفع في المباني، طبعا الشوارع زي ما هي، بس الزحمة في الشوارع وفي كل شيء، لأن انت باني عمارة
على حتة أرض إيه معينة، فالكل عايز يركن سيارته، يركننا في الشارع مفيش مساحة، لما الحركة المرة تبقى زحمة. ولكن عندنا في مصر معظم البلد فاضية، ومفروض نتوسع إيه يعني أفقي، توسع أفقي وليس إيه يعني رأسي، يعني ندي للشباب أراضي في الصحراء. لو ادينا للشباب أراضي في الصحراء يبنيها ويعمرها وتحصل ايه وتحدث ايه انشطه كثيره. يعني مثلا لو يروح ياخد حته ارض ايه للزراعه، هيزرع ممكن ايه واحد يعمل مصنع ايه لحفظ المواد الغذائيه مثلا او للزراعه. هيروح ناس هناك في الاماكن ديت للايه للعمل في الايه في السواقه، لنقل البضائع او للعمل في الايه في الحقول. هيروح ناس برضو هناك لفتح ايه قهاوي ومطاعم لخدمة الناس اللي موجودين هناك. هيروح ناس ايه هيعملوا اسواق، فهتحصل نشاط كبير. هيروح ناس هناك ايه مدرسين واطباء لتعليم اولاد الناس اللي هناك والكشف عليهم، فهتحدث ايه يعني ازدهار في المكان. فاحنا لو اخدنا الناس واعطانيهم اراضي ببلاش يعني ببلاش او بسعر بسيط للشباب بالذات، هيروح، واعتقد المصريين هيروح لانه ما عندوش بديل. والمصريين ما شاء الله يعني ناس عندهم قوة عزيمة وقوة إرادة، ممكن بيروحوا. أعتقد لو وجدوا إن المكان ده إيه له طرق وفي بيت وفي مساعدة، حتى لو يتم تقسيط سعر الأرض على الشباب، فأعتقد إنهم هيروحوا. فالواحد هيتجوز وياخد ولاده هيبني له بيت هناك ويستصلح حتة الأرض، وهتبقى مصدر أكل وعيش له، لأنه مش عايز حاجة، وهي هيزرع هيجيله الخضار والفاكهة، وهيربي حيوانات، الفراخ هتجيب له بيض ولحمة، هيربي ماشية هتجيب له برضه لبن ولحمة، وهيبيع جزء فلوس يشتري أي حاجة تانية، فهتبقى يعني حياة جميلة. يلا ربنا يا رب يرزق أهلنا في مصر بالخير والسعادة والنماء، ويرزق جميع أهلنا في العالم العربي كله. ويا رب تزدهر الأمة الإسلامية وينتشر فيها الخير والرخاء والأمان يا رب. طبعا الخير قادم إن شاء الله، أنا متفائل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو عمل إيه اشتراك في القناة، عمل إعجاب للفيديو، مشاركة للفيديو إذا أعجبكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.